سوبر ستار. السلام عليكم، شاف سميرة من بيني صاف من ولاية موشنت من الجزائر، مثلت الجزائر في مهرجان لفنون الطهي في تونس، وكان شرف لي كبير كبير أني نمثل الجزائر ونمثل ولايتي خاصة عند موشنت وبيني صاف. شاركت بطبق رئيسي تقليدي بلمسة تراثية، قدمت الكسكس الغربي باللمسة الخاصة بي، نبهروا به لجوري عجبهم بزاف، والحمد لله على نعمة التوفيق وتحصلت على ميدالية ذهبية بالنسبة للطبق الأول وميدالية ذهبية بالنسبة للطبق الزوج. وكانت منافسة لدرجة أن بدلنا مجهود كبير فوق طاقتنا باش نتحصلوا على الميداليات الذهبية، والفخر فخر كبير للجزائر أنها تحصلت على كمية كبيرة من الميداليات الذهبية. هذا الشيء شجعني أنا شخصيا ونشجع الناس اللي نعرفهم ونقولهم ممكن تشاركوا، والله لا نتيجة جد هائلة في كل المسابقات تقريبا الكسكس يتحصل على الميدالية الذهبية، فيه طعم خاص، وسيغتو المرأة الجزائرية تمد له واحد اللمسة، تمد له ذوق خاص بزاف بزاف، الله غالب يحبوه ما عندنا ما نديرو لهم. الطبق الكسكسي تاعي أنا قدمته على شكل طبقات، قدمته سكري سالي مع أنه هو مصنوع باللحم ومرقة حمراء، بصح أنا دخلت فيه الحلو بطبقات، وهذا الشيء اللي بهر لي جوري وعجبهم بزاف. السلام عليكم، معكم يخلف نصري من جيجل. شاركت في الدوره تاع التحكيم وتحصلت على وسام حاكم دولي، وشاركت في المسابقه في لاغاسترونومي بالطبق التقليدي جيجلي، حبيت نعرف به واللي هو طبق الكسكس بالزعتر. ميزه طبق كسكس بالزعتر هي مكونات تاعو صحيه، نخدموه بالزعتر الطبيعي وزيت الزيتون، وكان يحبوا يديروه بالكرموس وكان يديروه بالتمر. كانت اول مره يدوكوا الطبق وكان طبق مختلف على الاخرين، والحمد لله تحصلت على الميداليه الذهبيه.